تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، صرنا شي 10 أيام تقريبا بعد ما زعموا بوجود هدنة. فطبعا ما كان في هدنة، صار في قصف شديد من الطائرات والقذائف ومن القرى المحيطة بريف الغربي لجيش الشغور. طبعا القصف هذا كان يستهدف المدنيين بشكل عام يعني، والبنى التحتية، الجوامع، مراكز الدفاع المدني، النقاط الطبية، يعني ما خلى شيء ولا استهدفه. وكل ما يعني كان هو يزعم انه عم يضرب الارهابيين بس، ولكن يعني لا في عنا مقرات ولا في عنا ارهابيين، المنطقة كانت مدنية بامتياز. طبعا الهجمة صار لها شيء 10 أيام، صار لها شيء 6 أيام تقريبا عم بتخص الريف الغربي بشكل قوي جدا، فأدى إلى نزوح الناس بشكل كبير. يعني طبعا هناك جرحى وشهداء، وطبعا والناس اللي بقيت كلها تشردت وصارت في العراء. يعني نحن عنا تقريبا ما يقدر بألف عائلة بالريف الغربي كلها نزحت إلى الحدود التركية. طبعا هذول الناس لا مأوى ولا شيء.